أهلا بكم عن جديد، وهلأ صار وقت الفقرة اللي كلنا بنستناها، الفقرة والنشرة الأسبوعية لحالة الطقس. أكيد كلنا حابين نعرف كيف رح يكون هذا الطقس خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله. معنا مرة أخرى زميلنا المتنبئ الجوي والمدير التنفيذي لطقس العرب محمد الشاكر. صباح الخير عن جديد. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. تستقر الأجواء اليوم ونهار الأحد بشكل عام بالمقارنة ما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بعدما تأثرت المملكة بهذا المنخفض الجوي الذي صنف من الدرجة الرابعة، والذي جلب الأمطار الوفيرة وتساقطات الثلجية لعدد من المناطق. لكن بالرغم من هذا الاستقرار المتوقع درجات الحرارة، بالرغم من الاستقرار على درجات الحرارة والطقس، لأن درجات الحرارة تبقى أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ هذه النشرة بالأحوال الجوية المتوقعة يومها الأحد، حيث من المتوقع أن تسود أجواء باردة في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب والغيوم خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. درجة الحرارة في العاصمة عمان لا تتجاوز العظمى 10 درجات مئوية ليلا، 5 درجات كذلك يمر في إربد، 7 إلى ناقص 2 تقريبا في جبال الشراح، 11 إلى 4 في معان، 13 إلى 6 في البادية الشرقية. أما في العقبة فترتفع درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى تقريبا 14 درجة مئوية. يستمر الطقس مستقر يوم الاثنين، حيث كما نلاحظ ترتفع قليلا درجات الحرارة، تكون 11 درجة مئوية في ساعة النهار، درجتين مئويتين في ساعة الليل، 12 إلى 5 في المنطقة الشمالية، 9 إلى 4 في جبال أو في المنطقة أو في جبال الشراء، 13 إلى 5 في البادية الجنوبية، 22 إلى 16 في العقبة، و12 إلى 3 درجات مئوية في المناطق الشرقية ومناطق البادية الشرقية. أما اعتبارا من ساعات متأخرة من ليلة الاثنين على الثلاثاء ونهار يوم الثلاثاء، فيتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تقدم لمنخفض البحر الأحمر قادم من الجنوب المرفق بتيارات هوائية رطبة، تلاقي ذلك مع وجود للمرتفع الجوي السيبيري البارد المرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة، وتواجد أيضا لمنخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي سيعمل على حدوث أمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة نهار يوم الثلاثاء، تشمل أجزاء عشوائية ومختلفة، قد تكون مرفقة بتساقط زخات من البرد أحيانا، وخاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. وبالتالي يوم الثلاثاء يتوقع أن يكون الطقس باردا بوجه عام مع حدوث بعض الانخفاض على درجات الحرارة، فرص لأمطار على شكل أمطار مع برد، وقد تكون رعدية في أجزاء عدة من المملكة بمشيئة الله تعالى. تفاصيل أوفى عن هذه الحالة الجوية ستكون خلال النشرات الجوية القادمة. يوم الأربعاء يتوقع أن تستقر الأجواء عدا أقصى المناطق الجنوبية من المملكة، يوم الأربعاء الأجواء مستقرة في شمال ووسط المملكة مع حدوث ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تكون العظمى مثلا 12 درجة مئوية في العاصمة عمان، 12 في إربد، 14 في البادية الشرقية، 6 درجات فوق جبال الشراء، لكن تبقى فرص الأمطار واردة في المنطقة الجنوبية من المملكة، تكون 10 درجات في معان و20 درجة مئوية في مدينة العقبة مع فرص لبعض الأمطار في تلك المناطق. أما يوم الخميس فيتوقع أن يستقر الطقس تماما في أغلب المناطق، ودرجة الحرارة العظمى تكون 13 درجة مئوية، 13 أيضا في منطقة إربد، 8 في جبال الشراء، 13 في البادية الجنوبية، 17 درجة مئوية في البادية الشرقية، و22 درجة مئوية يوم الخميس في العقبة. أما يوم الجمعة فيتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لكن هذا الارتفاع القليل صراحة غير موثوق به حتى اللحظة نتيجة اختلاف مخرجات الخرائط الجوية باحتمالية تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي نهار يوم الجمعة. سيتم الحديث عنها أكثر أو عن هذه الفرص خلال النشرات القادمة بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. للمزيد يمكنكم دائما تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.